بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نحن نثمن مشاركة الأنتربول لجمعية الإمارات الملكية الفكرية في هذا المؤتمر. هذا المؤتمر كان له صدى كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة حضور المعنيين بمواضيع الملكية الفكرية و تفاعلهم مع المؤتمر، سواء من خلال أوراق العمل التي عرضت في هذا المؤتمر أو حضور المعنيين، خاصة يعني من جمارك دبي وشرطة دبي وطلبة كليات الشرطة المختصين، كذلك يعني الجهات القضائية. ما يميز هذا المؤتمر هو يعني غلبة الناحية العملية على أوراق العمل، ليست فقط هي نظرية، وإنما كان هناك عرض لتجارب حقيقية خاصة بما يخص الشرطة وفيما يخص المحاكم وفيما يخص الجمارك. وجود المعنيين من الأنتربول كان له دور هام بالنسبة لنا إحنا، وأثرى هذا المؤتمر، ونتمنى إن شاء الله أن نستمر دائما في هذا التعاون. كذلك رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، كذلك كان له دور هام جدا وأضفى على المؤتمر يعني حس أمني فيما يخص حقوق الملكية الفكرية، وصرح تصريح يعني هام جدا أن أجهزة الأمن ستلاحق من يعتدي على مواضيع الملكية الفكرية. احنا حقيقة يمكن أشرنا في المؤتمر إلى حصول جمعية الإمارات الملكية الفكرية على العضوية في المنظمة الدولية الوايبو. هذا سيؤدي لنا مستقبلا إلى أن احنا نطلع على ما هو جديد في مواضيع الملكية الفكرية. سنكون إن شاء الله متواجدين في اجتماعات وفعاليات الوايبو، كذلك بيكون هذا دافع لنا أكثر في التعاون مستقبلا مع الأنتربول وفعالياته بالذات. وكان كما تعلم لنا دور هام في هذا الموضوع من خلال عدة أوراق عمل وورش عملناها، سواء كان في الجزائر أو في أيرلندا في المؤتمر أو كذلك في الصين. سنتعاون مع جميع المنظمات، وخاصة في المستقبل، واطلاعهم على ما نقوم به من جهود في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن نسعى إلى تحسين وضع دولة الإمارات في التنافسية الدولية، بحيث حاليا يعني نقفز إلى ترتيب أكبر مما هو يعني نحن نصب إليه. حاليا يمكن احنا نكون في المرتبة 23، لكننا نطمح دائما إلى أن نكون يعني في مراتب متقدمة أكثر. احنا إن شاء الله بالتعاون مع الأنتربول سننشر ثقافة الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. سيكون هناك لنا تعاون واجتماعات وتنسيق فيما بيننا وبين المعنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة إن يعني منظمة الأنتربول دعمتنا في جمعية الإمارات الملكية الفكرية، وهذا الدعم أكيد نثمنه نحن في دولة الإمارات وفي الجمعية، ونتمنى مستقبلاً أن يزيد هذا التعاون فيما بيننا وبين الأنتربول الدولي.